مرحبتين فيكم حبايب قلبي. اليوم راح فرجيكم الكلب تبعي تيتون، راح اعرفكم فيه لانه كتير كتير حلوة. المهم بعدين تيتوني انا ما تحب كتير تصوير بظن، لانه يعني تشاي او خجولة. المهم راح فرجيكم تيتون امتي بو. المهم هلأ راح انتقل للفيديو تبعي. اليوم هو The New Shopping Haul من عند شي انا، اشتريت شغلات جديدة من عند شي انا وحبيت فرجيكم اياها. المهم يلا بنبلش الفيديو، ما راح نطول كتير. هون عندي غطاء يعني المخدات. المهم هيدا الغطاء شفتوا انه كتير 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 حلو، عن جد كتير حلو، الوان كتير حلوة. المهم يلا بننتقل للشغلة الثانية. رح فرجيكم الصور بعدين بالمونتاج، رح فرجيكم رح اعطيكم الصور تبع المنتجات على جنب. المهم هون او هون 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 بظن او هون ما بعرف. المهم الان عندي هيدي التيشيرت. انا شو عجبني بهيدا التيشيرت على فكرة، هيدا الشغلة كتير كتير كيوت، حبيتها كتير. المهم عندي هون هيدا التيشيرت، كتير حلو التيشيرتات عن جد حبايب قلبي. لحظة رح ارجع لكم. يلا رجعت لكم. عن جد حبيب قلبي التيشيرتات تبع شي ان كتير كتير باردة، كتير حلوة، القماش تبعهم كتير حلو، وهيدا ديزاين كتير حلو كمان. يلا هلا بننتقل للشغلة الثانية. طيب هيدا الاشي، هيدا التيشيرت كتير حبيته لانه عن جد فيه برودة عم تدخل يعني بالجسم بعدين بفصل الصيف. سو رح ارتديه ما بعرف على البحر او شغلة مثل هيك. المهم شوفوا معي الديزاين عن جد كتير كتير حلو. طيب شوفوا معي هيدا الشغلة كتير حلوة هون، يعني كيف بنركبها. وهيدي الشغلات من اجل تنظيف الجراء تبعنا او القطط. المهم شوفوا عن جد هو تصميم كتير كتير حلو، فيكن انكم ترتدوها باليد هيك يعني تمشطوا الكلب او ويعني تنظفوه بنفس الوقت. رح فرجيكم هلا محتويات هيدا الصندوق. طيب هو عندنا هون، انا عجد ما قرأت لحد هلا كيف يعني بنركبهم وهيك شغلات، بس عندنا هون البراش شوفوا ما احلاها هون، وهون يعني بتحطيهم باليد هيك يعني بتنظفوا هيك وبتمشطهم بنفس الوقت. بتشوفوا معي الخيط عن جد كتير 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 طويل، الخيط هو هيدا خرطوم، الخرطوم كتير طويل. المهم اسف كتير لانه عم بنسى كلمات عربية. لحد هيك يعني رح افتح قناة جديدة بالفرنسية، بس رح يعني ببقى كتير يعني رح خلي هيدي القناة العربية وافتح قناة فرنسية من اجل الفرنسيين يعني او الاجانب. المهم يعني يلا بننتقل للشغلة. الشغلة التالية رح تكون قميص. المهم شوفوا معي حلاوته، يعني عن جد هدول القمصان كتير بحبهم لأنهم كتير كتير رح يكونوا باردين وراح يكون كتير كتير حلوة بموسم الصيف. وعلى البحر هيدي الألوان كتير كتير حلوة على فكرة. هيدا مو أنا اللي وضعته، شوفوا معي حلاوة هيدا القميص، عن جد كتير حلو. طيب بس دقيقة، هيدا القميص لموسم الصيف، كلها لموسم الصيف على فكرة، لأنه يعني أنا عم بشتري بس لموسم الصيف هلا. المهم شوفوا معي هيدا القميص شو حلاوته، بحب كتير اللون الأزرق، عن جد حبايب قلبي اللون الأزرق كتير حلو. يعني منتجات شي إن ما بعرف شو هيدي، ليش في يعني بظن أنها يعني قطعة من الخيوط أو هيك يعني. المهم أيوة بس هي يعني قطعة خيوط. المهم شوفوا معي القميص من الداخل، عن جد كتير كتير بارد، كله قطن، يعني عن جد كتير حلو. يلا يلا ما بدي اضيع كتير وقت بهذا القميص الحلو، بس ننتقل للشغلة التالية. هون في عندي هيدا الشغلة LED Square Fill Light. المهم هيدا الليد من اجل تصوير الفيديوهات، عن جد حبيته وثمنه يعني عادي يعني كويس، كتير حلو الثمن تبعه. المهم شوفوا شو معي هون، معي هون إذاعة. بس دقيقة لحتى أحمل الشاحن من أجل أن أفرجيكم الإذاعة، هيك بيكون حلو. طيب حبايب قلبي أنا هلا رجعت للغرفة تبعي وأغلقت الأنوار من أجل أن أفرجيكم الإذاعة المشعة تبع هيدا الليد. المهم يلا هلا بنشغله هيك. شوفوا معي عن جد إذاعة
ولا أروع، كتير كتير قوية الإضاءة تبعه، عن جد بتنير كل الغرفة تقريبا، كتير حلو عن جد يعني. وفينا أنه إن يعني بن يعني هيك يعني بنغير الأضواء، شوفوا معي بس لأنه عندي. طيب بنغيره هيك أو أبيض أو هيك. المهم فينا كمان أنه نغير، عندنا كمان أنه فينا كمان أنه نضيف لوحات من أجل، لوحات مثل هيك من أجل تغيير الألوان. راح أفرجيكم بس بسرعة. القصوى هون يعني غيرناه للأحمر، شوفوا معي. هون راح نغيره للأصفر، بس دقيقة راح نغيره هيك يعني للأصفر. يعني فينا نغير الألوان عن طريق هذول اللوحات، عندنا هون لوحات صغار تبع تغيير الألوان. المهم عندنا هون يعني أقدام أو سيبورت صغير من أجل الإضاءة، بس لحتى أفرجيكم أكثر أنه بهيدا السيبورت فينا أنه هيك يعني بنضيف يعني قياس، يعني بنضيف شو بنضيف طول من أجل القياس، يعني طول من أجل السيبورت. المهم هيدا هو الأضواء، هيدا هو الضوء، كتير قوي عن جد. هلا رح أرجع أوريكم باقي المنتجات لأنه كتير حلوة، انتظرونا معي. طيب أنا رجعت لكم هون، أنا اشتريت هيدي الواقي تبع الهاتف، سوري تبع الهاتف عندي مع هيدي الصورة، كتير حلوة. يلا ننتقل للشغلة التالية. هلا أنا اشتريت هون أكياس من أجل تعبئة التاي البرسوناليزي، يعني أنا بختار شو بدي أعبيهم وهيك بنحطهم، يعني من مثل أكياس التاي. يعني هون عندي حامل ثاني، يعني حامي ثاني من أجل الهاتف كوك. طيب ننتقل للشغلة الثانية. هون شو هيدا، هون عندي هدول من أجل السفر، يعني فرشاة ملعقة وسكينة من أجل السفر، كتير كتير حلوين. حلاوة هيدا التصميم، واو عن جد كتير حلو، الألوان كتير حلوة، حبيتها. أولا باش سوري لأنه عم بقولها، أولا باش كتير الطقس تغير مرة تانية وبظن عن الأمطار راح تمطر. المهم هلا راح أخلص هيدا الفيديو معكم. اشتريت كمان هدول، بظن أنه كل الناس بتعرف هدول شو هنن. اشتريت كمان هيدي الشغلة الصغيرة، استغنونا كتير هيدي الشغلة، بس انا اشتريت هيدي المره الثانيه لانه يعني انا اشتريت هيدي. المهم لانه كثير 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 حلوه الاستعمال تبعها. انا اشتريتها من قبل بوا لوح يعني، بس انكسرت. شوفوا معي، بنحط هون سيروم او كريم تبع العيون او شغله مثل هيك، انا عن جد كثير مريحه هيدا الرولر تحت العيون، اسفل العيون. شوفوا شو اشتريت كمان من اجل تيتون، ملابس للكلاب او القطط، يعني من اجل الرحلات وهيك. مهم شوفوا معي، هيدي لعبة من اجل تيتون كمان. اشتريت كمان ملابس الوان ثانية من اجل تيتون كمان. اللي ما يعرف تيتون هو الحيوان الأليف تبعي بأول الفيديو. مهم شوفوا معي الألوان عن جد كتير حلوة، ومعها كمان ساندرو من أجل أنه نربطوا مع بعض. شوفوا معي هايدي، فرجيتها بفيديو سابق بس يعني اشتريت منها ثانية، يعني هادوني منها ثانية. المهم بالفيديو السابق انا قلت انه ما بعرف كيف برجعها، بس على فكرة فيكم تضغطوا في هون على حروف يعني بالكلمة في ان، تضغطوا مثل هيك رح ترجع في هون. شوفوا معي رح ترجع. مهم هلا بننتقل للشغلة. هيدي مثل المعلقة وال يعني المعلقة والفرشات، يعني جيتكم هون اياها. يس هيدا مثل هون. المهم بيكونوا هيك يعني. طيب رح ننتقل للشغلة. شوفوا معي حلاوة هيدي الشغلة من أجل التاي، لأنه أنا عن جد على فكرة بحب كتير كتير الشاي، سو عم بشتري كتير هيك شغلات
جادجت كتير يعني اكثر من اللازم فينا نقول. المهم شوفوا بنحط التاي هون بنغلقه هون يعني ما بكفيني هدول الالف كيس بظن يعني ما بعرف شو صار معها. المهم هيك بنضعها ونحطها بالشاي. فينا نستعملها مثل ملعقة كمان تحريك السكر يعني كتير حلوة. هيدا السانتر تبع التيتون. شوفوا معي هدول اشتريت منهم كتير بس هن نفس يعني نفس التصميم. رح افتح لكم بس شغلة كيس واحد لانه يعني مش معنى فيكم نفس الشغلة بس يعني الكمبيوتر تبعها كثير مهم. من اجل وضع حسب رايكم من اجل وضع الشوسير يعني الاحذية من اجل وضع الاحذية تشوز او شوسير او فرنسي. مهم من اجل وضع الاحذية هيك يعني هذه الجون. طيب شفتها بالصورة وحبة يعني ممكن راح تنجح الفكرة. المهم من أجل أنه يعني نمسح الجلد الميتة بنحطها هون بالدش عشان نستعمل صابون يعني هيك يعني وبنفرك نفرك نفرك نفرك. المهم هيك بيقولوا أنا شغالة. المهم راح أجربها وإلكن الفيديو الجاي مشتري تبع شي إن هل هي عن جد تستحق الشراء او لا. شوفوا معي انا بحب كثير الازهار ولانه الازهار بفرنسا كثير غالية على فكرة. المهم اشتريت ازهار ارتفيشال. شوفوا حلاوة الزهرة هي مثل حقيقية عن جد مثل حقيقية. في ستة زهرات هون وفينا وفي الاعواد تبعهم حطهم. يا أزهار انتو مثل ما قلت لكم شوفوا مع الأزهار يا أزهار انتو كثير الناس يعني بظن انه سمعوها. المهم يلا هلا بقولكم بشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. بحبكم كثير ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب ولايك لهيدا الفيديو من اجل تشجيعي ولمواصلة تصوير فيديوهات. المهم قولوا لي ما تنسوا انكم تقولوا لي اذا بدكم فيديوهات مشتريات شي ان يعني مهم. يلا بشوفكم الفيديو الجاي تصبحوا على خير.